في عالم مليان من النسخ، كوني مميزة بإضافة لمستك الخاصة على ملابسك. إذا عندك قميص سادة وممل، فيك تضيفي لمستك بتزيين جيبه باستخدام الأحجار الكريمة أو الأزرار وإضافة السلاسل، وهالشي رح يعطي إطلالة مختلفة كلياً. الفستان أو التيشيرت السوداء موجودة بكل خزانة، ومنقدر نعدلها ونزيد عليها إضافات لتعكس شخصيتنا. أول شي منقلب الفستان وبنطويه لنرسم القلب بالظهر. بعد ما نقصه نستخدم صمغ قماش لنلزق الدنتل تحتيها. ومنقدر نضيف كمان دنتل على داير طرف الفستان والأكمام. كتير سهل نحول البوت الأبيض لقطعة فنية. أول شي بنلزق حواف البوت لنحميه من الدهن. اختاري أي لون بتحبيه، أنا اخترت الزهري. رح بلش لون من الخلف وأخفف اللون شوي شوي للأمبري إفكت. رح أضيف شوية جليتر وأستبدل رباط البوت بجبل ناعم.